بعضمة لسانه، هي ومن قبلها التوفيق. هي ما وصفها الكاتب الصحفي حمدي رزق في مقالة مهمة له في توقيتها، روح الفانيلا الحمراء. يرى حمدي رزق قد ايه؟ قال لك العنوان اعلاه ليس حكيا وهميا بل حقيقة، اذا تجسدت على ملعب مركب محمد الخامس الاحد المقبل ستكون كلمة سر الفوز، فقط تفائلوا بالفوز تحصدوه. وبيقول مباراة الإياب يقينا صعبة على الفريقين والفوز ليس مستحيلا. والمايكل جوردن لاعب السلة الأمريكي مقولة بيقول ألعب دائما من أجل الفوز، حتما ولا بد أن يلعب الأهلي للفوز. وبيقول الثقة الكبيرة في الأهلي بعيدا عن خطة المباراة وفنيتها وأسلوب اللعب الذي سيقرره كولر، كلمة السر روح الفانيلا الحمراء، إذا سرت في نفوس اللاعبين ستغير اتجاه الرياح وتقلب التوقعات. سر فريق الأهلي في التحدي، ويقبل التحدي ويصر عليه حتى الدقيقة ما بعد التسعين. ده خلاصة الكلمة اللي الأهلي محتاجها في مباراة الأحد، إنه تكون معاها يا جماعة روح الفانيلا الحمراء، والتوفيق قبلها من عند الله سبحانه وتعالى. روح الفانيلا مهمة جدا في مباراة مفصلية زي دي يا باشمهندس. طبعا ما احنا قلنا بقى ان روح الفانيلا دي ثقافات وشخصية بطل وشخصية، وانت يجب انك تتمسك بيها. أيوة. عشان كده انا يعني دائما حريص ان اقول لك خلينا بفريق الكورة وادارته واجواءه بعيدا عن التعامل الاعلامي، ونسيب التعامل الاعلامي في اتجاه اخر لوحده. تمام. أجواء المباراة يا جماعة، في حتى المطالبة بأفريقيا، حديث السوشيال ميديا، طفل أهلاوي صغير نشوف الطلب بتاعه إيه. يعني الحقيقة أجواء، شفت الأطفال؟ ما هو يعني كل الأسر دلوقتي بعد ما كان بنفسهم ولادهم يطلعوا لعيبة كورة، مش بس كده دلوقتي، عايزينهم يطلعوا مشجعين متحمسين في الملاعب. انت هتشوف بعض الأطفال برضو الصور، لأنه بقت، بص دي طفلة رسالة الكهرباء بتقول له أنا نجحت في الامتحانات وعايزه الهديه التيشيرت يا كهرباء. طبعا هي هتقول له ولا بابا اللي بيقول، بابا اللي كاتب لها. بس بص طفله، بس شوف شغل نفسه ان يصورها ويعمل تابلوه شكله ايه. والله الناس دي جميله جدا، والناس دي مركزه في حبها للنادي الاهلي بشكل رائع. يعني ضياء الزهري من فلسطين، من غزه، جاي وبنته طفلته اللي جايه النادي الاهلي مصممه، عايزه تخش، جايه من غزه مخصوص عشان تخش الاهلي بالفانيلا الحمراء. ربنا يخليها. بص بقى، ده شاب في الماتش اللي فات عنده امتحانات، بيذاكر في المدرج. الله اكبر. فزميلنا هيثم، دي لقطه رائعه دي والله. طبعا. هيثم علي زميلنا في الاخبار جايبها. بص اللقطه، انك مش عايز ياثر مع نفسه ولا مع النادي الاهلي. بالظبط، بيذاكر في المدرج، يعني حواليه كل الناس، المراجعه النهائيه في المدرج. بص تلاقيه مركز تركيزه وفاصل شدد الفيشه، ده ملوش دعوه. ربنا شوف حرصه، لازم ندعي له ربنا. شوف حرصه. طبعا، يعني مش حاسس باللي جنب منه، يعني تركيزه كله في المراجعه النهائيه اللي قدامه. شوف يا جماعه الشغف بالكوره بيعمل ايه. شوفوا تعلق الشباب في اصعب لحظات حصاد السنه، الامتحانات، وده شاب يبدو حتى ممكن يكون في الجامعة أو في الثانوي، إنما حريص إنه يكون يعني يراجع درسه في المدرج.